اهلا هلا بك بننا حالك زايد ضفنا نورتنا وزاد الحلا وزادت الفرحة الفرحة لنا حلاك زي ضيفنا حلاك زي ضيفنا حلاك زي هو عشان بس نجيب لكم طازج ونحضر لكم شكل جميل لكم أنتم يليق فيكم هالأكلة هذه كوكيز عبد الله كوكيز من المخبز معليش عطني كلوز عليه المخبز يا كوكيز يا تعال تفضل تفضل تعال 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 اطلع لي اطلع لي مبسوط بين الافران مبسوط بين المخبوزات مبسوط في هذا المجتمع الجديد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام اهلا 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 اجلس 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 كيف الحال اجلس كيف الحال يا بعد روحي كيف الحال ايش الاخبار يا مرحبا عساكم طيبين طالع من الشر خليني اشيل الطبقه الاولى من الكوكيز ايش اخباركم ان شاء الله طيبين منور استاذ عبد الله نورك يا استاذ لوز من اي معركه جاينا ما شاء الله والله انا كني طالع من منجم انا استاذ فانيليا منور النور نور والجميع الحلويات متحمسين لضيافتك الحقيقه ضيف جميل من يوم علونا اسمك وحنا مره متحمسين فمنور النور نورك اولا وسعيد صراحه بالمشاركه في هذه المدينه الجميله صحيح ان وجهي قاتم جدا خلوا معك ذا زي شو اسمه الدرع ولكن باذن الله نطلع بفقره باذن الله مفيده سواء للجمهور وللساده المشاهدين ولكم انت تمام كذا تمام احنا بناخذها ذكرى لنا قطعه منك عشان ما هذه الطبقه الاولى ايه؟ انتوا الان داخلين على الحشوه على الحشوه وش حشوتك معليش شوكولاته هرشي باقي منها شيء لا خليها طيب في البنوتات الجميل الحلويات اللي معنا عندهم اسئله لك نبغى يكون صدرك وسيع اليوم علينا ممتاز انا تحت امرهم يا اخي والله البنوتات دول مثال للحلويات يا مخرج بالله جيب الصوره هنا المفترض في مدينه البقوليات مش الحلويات طيب اوكي بما انك ما زلت طري وهش ولذيذ نبغى ناكلك بسرعه كيكه طبعا اولا نرحب بك استاذ عبد الله كوكيز وفاموس فاموس طبعا احنا لازم نقولها مدينه الحلويات وش الحلاوه اللي انت تحبها مدينه الحلويات ايش دخل وش الحلاوه اللي انت تحبها يعني بشكل عام احبك انت يا كيكه الله يا سلام يقدر المخرج الان يقدر يطلع فاصل صح؟ لا 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 ليه؟ بالعكس كمل معانا فاجأتها استحت يعني طيب عندك سؤال ثاني له قبل ما نطلع؟ طيب لا خليني اجاوبها على السؤال انت ما تحب الكيكه؟ احب الكيكه واحب الحلاوه هذه انواع الحلاوه الجيلي واحب البنوتات الصغار دول الحلويات الله يحفظهم انت خليك على جنب يحفظك زينب يا ربي واختها الجميله شو اسمها؟ جمانة الله يحفظهم لك يا رب جميعا قبل ما تروح تسال كيكه السؤال الثاني انا ودي انوع على جمهورنا الكريم اي سؤال في مسيره عبد الله كوكيز التاريخيه يسال استاذ عبد الله فال في وسم برنامج مدينه الحلويات تفضلي كيكه اكيد طبعا يعني شكرا انك نبهت على هذه النقطه استاذ لوز طيب السؤال الثاني يعني الحين انت مو صح منشد ابغى اعرف يعني كيف وش الخطوات اللي تخلي صوتي حلو يا اخي انا مركز معاها مو مع السؤال الله يحفظ ما في خطوات معينه هي موهبه من الله عز وجل يعني زي مثلا الجمال ربنا يعطيه يعني عبد الوهاب الان استاذ لوز ايه يحاول انه يكون جميل بس خلاص هذا شيء من الله عز وجل ايه صح لا هي موهبه يعطيها الله عز وجل للواحد فلازم ينميها بالتدريج انا يعني لا جمال ولا صوت ولا اخلاق لا الاخلاق يا عبد الوهاب انت ما شاء الله عليك يعني احنا نتعلم منك الاخلاق يا حبي لك اول مره اشوف دقن مسوي كذا دقيقه ف الموهبة لازم تنمى لازم تدرب عشان الواحد يتلافى الأخطاء ويوصل يعني للناس والموهبة كاملة يعني يا سلام يا سلام طيب أيضا مرشميلو عندها سؤال مرة قوي أنا سؤالي يقول هل قد تعرضت إلى تنمر على صوتك مثلا يعني مثلا أحد قال صوتك مو حلو أحد قال مرة صوتك مثلا مو مرة مع أن صوتك ما شاء الله حلو بس يعني هل قد تعرضت لتنمر إيه ولا لا صدق
يعني طبيعي. ايه طبيعي تحصل الناس يعني يضايقوك. الناس اذواق. ايوه الناس اذواق، ولولا اختلاف الاذواق لبارت السلع. ف انا حصل لي موقف. لا اذا حكيت طلعت الحشوه. تمر حشوه. المهم صار لي موقف مره في مناسبه. كنا قاعدين ننشد اول نشيد انشدته مع الفرقه. ايه اللي هو رحم الله والديك يا مصلي على النبي، رحم الله والديك يلي ذكرتي بالنبي. انا قلت الصولو الكوران المفروض يرد، فجاء واحد حصلته طالع على المسرح الكورال قال رحم الله، فحصلت واحد طالع على المسرح مسك المايك اللي عندي يقول لوحة نون عين خاء مقفلة علينا برا يا صاحب السيارة بالله. يا فالكورال الآن خلص باقي عندي أنا الصول، قلت يا نون خاء أطلع يا نون خاء أطلع يا نون خاء. واللي راح يطلع سيارة كان يستنزل ويطلع سيارة. أبشر أبشر. ما تمشي ذي طيب. كاندي سؤالك؟ السؤال الثالث يقول متى أول مرة حسيت أن صوتك يعني حلو، عندك موهبة صوت وكذا يعني صوتك حلو؟ أول مرة أيام الابتدائية كان عندنا أستاذ اسمه عبد الله القحطاني، هو اللي اكتشف الموهبة هذه فيه وصار يطلعني شوية في الإذاعة في المسرح. إلينا الحمد لله يعني صرت منشد مو كبير مره لكن الحمد لله يعني. يا سلام انت ما شاء الله ما يعني الان صوتك يعني ما شاء الله في في كل بقاع العالم منتشر ما شاء الله، وانا سمعت انشودة شارة المجد للوطن كانت بصوتك وما شاء الله اضفت لها رونق خاص من يعني. يا حبيبي نتعلم منك استاذ يا حبي لك. طيب السؤال يقول الان معليش طار شوي، كيف تجربتك ايه ام تقول وداد تقول اول شيء بس سؤالي على السريع بس تجاوب، كيف تجربتك في مزرعه جد وشاركت فيها انت؟ شاركت حلقه واحده. كيف تجربتها معك؟ جميله والله. طيب صح. السؤال الثاني من ام تقول ما اقرب نشيد لقلبك، ممكن تشد لنا شاره الفله؟ شاره الفله بعدين بس انه اقرب نشيد لقلبك. اقرب نشيد لقلبي هو هذا اللي قلته. ايه لانه اول نشيد صراحه. وما زلت تحبه؟ ما زلت احبه. يا حبي لك. طيب كيكه تفضلي. طيب احنا الحين تعرفنا عليك انك منشد، لكن الحين انت يعني منشد واعلان بعد، فوش اكثر برنامج يعني انت شاركت فيه ويعني خلاص يعني عجبك حبيته مره وايش السبب؟ يا سلام يا سلام. افضل برنامج شاركت فيه عندك المجره، يعني صراحه كانت اجواء المجره كان يصور في تركيا. يا سلام. كانت اجواء صراحه جدا جميله. ثاني برنامج برنامج سهرتنا كان في جده. صورنا اكثر من حلقه مع الشباب مع الاستاذ ابراهيم النقيب. عندك القوه التاسعه كان جدا برنامج عرض حي صراحه من افضل البرامج صراحه اللي شاركت فيه. يا سلام. مارشميلو صحيح. تفضل مرسيم ايش فيك؟ والله نسيت سؤالي. ما عندك مشكلة. طيب اسألي من عندك اي سؤال انت؟ شو اسمه؟ ثاني. هل في مرة قد صار لك يعني موقف يعني نشيد مثلا قعدت تلقي مثلا تقول اهلا اهلا مثلا فجأة نسيت كلمة، وش هو؟ كثير كثير كنت انشد الله 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 اول مرة ما فنسيت الصولو فجلست اعيد الكورال لين كأنه شريط قاعد تتذكر الله الله. طيب اللي بعده خلاص. يا سلام. قدرت اتصرف الموضوع. طيب ايش شلون تتصرف؟ كيف يعني خلاص يعني امشي ما اوقف. لازم الواحد يستمر يعيد النشيد مشي الليله ها عشان ما ينزنق او يبين انه مزنوق. يا سلام. طيب كاندي الان ايضا عندها سؤال بتمشي الليله معنا. يلا قول لنا كيف الشخص يكون يعني مشهور بارع مثلك والناس تحبه؟ قصدها مؤثر يعني. ايه مؤثر. اولا الواحد لازم يكون متواضع مع الناس. يا سلام. لازم تكون اخلاقه عاليه سواء مشهور او غير مشهور، لازم يكون قدوه كويسه، يعني يحافظ على صلواته، يسمع كلام امه وابوه،
ما يشاغب كثير، مع ان كل هذه الصفات اللي انا قلتها موجوده فيه. ايه موجوده فيك اكيد. المشاغبة ما تشاغب. ايه الحمد لله. والدليل على البقع اللي في وجهك. مسطرينك بالمخبز شكلهم. اي أيوة والله. اشتغل علي هذا الشيف حسبي الله عليه. يصقعك يصقعك لما حطك كذا. حطني في الفرن على درجه حراره 180 ساعتين. طيب شلون تتفادى المشكله ذي؟ انا يا استاذ لوز انا حبه كوكيز كنت شغاله فين؟ في اعظم البراندات. لكن الفتره الاخيره والله صرت عندكم من ذي العلويات؟ لا جابك احمد يونس. صرت انباع في ابو خمسه بالجمله. طيب السؤال يقول انا ريم ابغى اسال كوكيز، هل سبق شاركت في عالم الالوان؟ لا والله. طيب هل عندك لما سعد تقول هل عندك موهبه غير الانشاد؟ والله انا لساني طويل بس. لسانك هذه موهبه؟ هذه موهبه نعم. طيب اوكي. ايضا سؤال الغيداء التميمي، هل ممكن تشارك في برامج اطفال؟ والله باذن الله اذا اتيحت لي الفرصه ان شاء الله انا اول الحاضرين. شلون الحاضرين؟ سيسيل بدر. يوه. طيب كيك عندك سؤال؟ صراحة يعني شكرا لك استاذ عبد الله كوكيز، استمتعنا معك، والصراحة اني شخصية احب يعني الكوكيز. يا سلام. يعني ممكن اذا عندك عيال عم يعني كوكيز باخذهم كلهم يصيرون عندي زي المخزن. محشوين شيء كيكة، وانت اذا عندك عيال عم كيكة جيب باخذهم كلهم. بانكيك. طيب انا عندي نشيد لكم ممكن. انا والله سبحان الله يا كوكيز انت شكلك حاطين فوقك لوز عشان كذا تقرا افكاري. لا والله اول مره اشوف حبه لوز كذا طويله. لا مو طويله. قفل الاستوديو. قل ما شاء الله. ما شاء الله. انا اول مره اشوف كوكيز على قروض. طالع من طيب منجم. نبغى نسمع صوتك وشي. طيب. يزلزل الاستديو. عندي شيء حصري. ينعشنا ارجوك. عندي شيء حصري لهذه المدينه. بس اسمعني. الله. اول ما تخلص الكوكيز عطنا كلمه اخيره للاطفال اللي يتابعونا. ثم روح على الفرن اذا نشف الكوكيز ما حد ياكل ترى. انتبه. يلا تفضل. برضو بنرجع للفرن. ابغاكم ترددوا معايا. ترددوا معايا الجمله هذه الاولى اللي حقولها. عز يا مال العز حيوا معاكم عم كوكيز. 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 مارشميلو يا حلوه الله انت للاطفال قدوه. عز يا مال العز حيوا معانا عم كوكيز. مارشميلو يا حلوه انت للاطفال قدوه. عز يا مال العز حيوا معانا عم كوكيز. يا كيكتنا الجميلة انت والله اصيلة. يا كيكتنا الجميلة انت والله اصيلة. ويا كيكتنا الجميلة انت والله اصيلة. يا كيكتنا الجميلة انت والله اصيلة. يا كندي يا عسل حبك في قلبي وصل. 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 اضحك يا لوز لا 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 تمد البوز. اضحك يا لوز لا 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 تمد البوز. اضحك يا لوز لا 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 تمد البوز. اضحك يا لوز لا 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 تمد البوز. سلام يا احلى جمهور عم كوكيز جدا مسرور. سلام يا احلى جمهور عم كوكيز جدا مسرور. سلام يا احلى جمهور عم كوكيز جدا مسرور. سلام يا احلى جمهور عم جدا عز يا مال العز عم كوكيز يسلم. عم كوكيز شكرا يا عمو كوكيز شكرا من كل الاخبار.
تفاصيل الله يشكر لك. الحلويات مبسوطين جدا فيك الحقيقه. والله انا اللي مبسوط فيك. نشكرك انك خصيت فينا النشيده ولا دخلت فيها لا جلي ولا كنافه ولا فانيليا. والله انا كان ودي بس قالوا لي اللي معاك في الفقره هذه الحلويات. وكنت تكتب القصيده وانت بالفرن طلعوك بسرعه. ايوه طلعوها حتى القصيده طلعت حاره. طيب احنا في هذه المناسبه احنا سوينا مسابقه دخلنا دبدوب هنا ايوه وصورنا معاه الجمهور. حلو. قالوا الجمهور قلنا للجمهور افضل صوره ياخذ هديه معنا. ممتاز. حلو. وسحبنا على الوسم وهذه كانت افضل صوره رعد وغزل المطيري يحبونكم جميعا. لو تحط بس عليها صف جاي ليكم بالتنظيم جيلي وبالقول الحكيم. شكرا لك يا كوكيز نورتنا. الله يرفع قدرك يبارك فيك ان شاء الله ويزيد حلاك دائما. وانت حليت فقرتنا وحليت يومنا اليوم. ودي بس كلمه اخيره ونختم فيها البرنامج وودع مشاهدين انت اليوم. شكرا جزيلا لكم وصراحه سعيد اني كنت ضيف لهذه المدينه الجميله مع الحلويات البنوتات الحلوين. وشكرا لك يا استاذ لوز وشكرا لعيال عمك المكسرات. وشكرا كذلك لكم انتم مشاهدين الكرام. وهذا اللي كان عندنا وان شاء الله نلتقي بكم باذن الله في حلقات اخرى وجميله. الله يعطيكم العافيه. يا امان.